نظمت لجنه الشؤون الدستوريه والتشريعيه والطعون في المجلس الوطني الاتحادي حلقه نقاشيه افتراضيه بعنوان الواقع والطموح في مهنه المحاماه، وذلك في اطار مناقشتها لموضوع عام بعنوان جهود وزاره العدل في شان تطوير مهنه المحاماه، فجاءت هذه الحلقه النقاشيه للوقوف بشكل مباشر وعن قرب على التحديات والصعوبات التي يواجهها المحامين، وجهود وزاره العدل في تذليل هذه الصعوبات والوقوف على المقترحات التي من شانها تطوير مخرجات المعهد القضائي. كانت حل نقاشيه اثرانا فيها الحضور بالج... بالعديد من النقاط التي النقاط التي ستصب في اثراء النقاش حول الموضوع العام و... ونتمنى ان نصل في نهايه هذه الحلقات النقاشيه الى توصيات تلامس الواقع وتوصل وت... المحامين للمكان المرموق التي يستحقونها في الدوله. تناولت الحلقه النقاشيه اليوم مع مجموعه كبيره من المحامين ومزاولين مهنه المحاماه في في دوله الامارات من مختلف الامارات. وكانت ركزت على التحديات اللي يواجهونها المحامين وعلى ضروره التدريب المثالي للمحامين بحيث يقدرون يتمكنون من مزاوله النشاط وتمكينهم من تطوير قدراتهم بحيث انه يقدرون على تلبيه كل الاحتياجات اللازمه للمحامي في عصرنا الحالي والتحديات اللي موجوده في الوقت الحالي، كما تناول النقاش موضوع تعزيز دور المحامي المواطن. والتقليل من أي مخالفات من خلال مكاتب غير معتمدة أو تمثيل غير رسمي للمحامين هذه الحلقة أدت إلى تفاعل وحضور إيجابي من أصحاب القانون والمحامين استمعنا إلى مدخلة المحامين والقانونيين في تطوير مهنة المحاماة في تحديات في مقترحات في مواضيع حابين طرحوها لنا ونحن إن شاء الله سوف نقوم بدراستها ومناقشتها مع ممثلي الحكومة وطرحه امام المجلس تحت القبه البرلمانيه. تنظيم الحلقه عن بعد ساهم في حضور عدد مميز للمحامين من مختلف امارات الدوله مما اثرى النقاش وكان يصب في هدف واحد حول محاور الموضوع العام في جهود وزاره العدل لتطوير مهنه المحاماه. هذا النوع من الحلقات النقاشيه تمثل حلقه وصل بين المجتمع والمجلس في اطار التعاون المستمر والدائم بين المجتمع والمجلس مرة أخرى في مناقشة المواضيع العامة اللي من شأنها أنها تخدم الفئات المستهدفة في المجتمع هني خدمة عنا المحامين فئة المحامين والفئة الأخرى والعاملين في القانون والفئة الأخرى اللي هي طلبة المعهد القضائي في الدولة دار النقاش خلال الحلقة النقاشية حول قيد المحامين في جداول المحامين غير المشتغلين واستحداث جداول خاصة بهم وتقاعد المحامين وقوانين المحاماة وإعادة هيكلة مكاتب المحاماة ونظام العمل فيها بما يؤدي إلى تطويرها ومواكبة التطورات الحديثة وتوجهات الدولة نحو المستقبل حتى تكون مهنة المحاماة جاذبة للأجيال المقبلة